كما ينضم إلينا أيضا من العاصمة المصرية القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك دكتور. لم يأتي الرد أو كلمة حزب الله على اغتيال صالح العروري خلال الساعات الماضية، ونتحدث الآن عنه وقوع انفجارين في الطرق المؤدية إلى مرقد سليماني في كرمان. برأيك دكتور بشير، ما هي شكل المنعطفات الخطيرة المقبلة فيما يخص من تبعات هذه العملية والتوتر عموما بين إسرائيل وإيران في شكل هذه التصريحات أو شكل هذه العمليات؟ ما هي شكلها وما هي حدودها أصلا؟ باعتقادي أن هذا الحادث الذي وقع بالأمس واستهدف العارودي وستة آخرين من القيادات الحمسوية سيؤدي إلى تصعيد الأوضاع بشكل كبير على الجبهة اللبنانية، خاصة وأنه يشكل خرقا جديدا لقواعد الاشتباك ما بين حزب الله وإسرائيل التي تم التوافق عليها عام 1996 وتأكيدها عام 2006. ومن ثم كانت هناك تحذيرات حتى قبل هذا الحادث من لدن الأمم المتحدة بأن القرار 1701 الذي يضمن ضبط الأوضاع على الأرض تم اختراقه وانتهاكه بشكل كبير، وأن الأمور بسبب التصعيد والاشتعال. فما بالنا بعد هذا الحادث، الأمور ازدادت سوءا بالطبع. هناك تهديدات من قبل الطرفين، يعني حزب الله يؤكد أنه سيرد وحماس يؤكد أنها سترد بقوة، إسرائيل تقول أنها جاهزة ومستعدة ومتأهبة، ما يعني أننا بصدد موجة من التصعيد الهائل والمرتقب على حدود لبنان خلال الساعات القليلة المقبلة. وننتظر كلمة السيد حسن نصر الله، ربما يريد حزب الله أن يرد قبل هذه الكلمة وربما يؤجل بعدها، لكن نحن نترقب تصعيدا يجعل المنطقة أكثر اشتعالا والتهابا. رغم كل هذه التوقعات دكتور بشير، إلى أن البعض يؤكد بأن الرد سيكون محدود، هذا وفقا لمعطيات كثيرة على رأسها الرد الإيراني المحدود على مقتل رضا موسمي. برأيك دكتور، إذا كانت إيران لا تريد الانجرار إلى مخططات تورط إيران مع أعدائها في حرب مفتوحة أو ما إلى ذلك، هل إسرائيل أيضا تتخوف، يعني حذرة من أن تتورط في حرب مفتوحة أيضا؟ وماذا عن الجانب الأمريكي الذي دائما ما ينتقد؟ بالطبع كل من إيران وإسرائيل لا تريدان التصعيد إلى مستوى مواجهة مباشرة، وأن تبقى الأمور في إطار الحرب بالوكالة أو حروب الظل ما بين الجانبين. وبالتالي والولايات المتحدة أيضا هي ضامن لهذا الأمر ولا تريد الأمور أن تصل إلى هذا المستوى، لكن هناك احتمالات الخطأ في التقدير وسوء الحسابات وخروج الأمور عن السيطرة. في ظل هذا الجو الملتهب للغاية يمكن ألا يكون هناك أي التزام بقواعد اشتباك أو بأي حسابات أو بأي مراعاة لأي اعتبارات، لذلك لابد من تدخل دولي حاسم لنزع فتيل هذا التوتر، وإلا قد تخرج الأمور عن السيطرة ونكون بصدد حرب إقليمية واسعة النطاق. التدخل الدولي دكتور بشير ربما كان حاضرا وحتى لو كان محدودا من قبل الولايات المتحدة ومعها حلفائها الدول الأوروبية، ولكن هل إسرائيل ستنصاع لأي نصائح يمكن أن توجه لها بعدم اتساع هذه الحرب، عدم الدخول في حرب شاملة وفتح جبهة حقيقية مع إسرائيل يمكن أن تضر بها بشكل أو بآخر؟ سبق لإسرائيل أن رضخت لضغوط أمريكية متعلقة ب يعني عدم استهداف حزب الله، وجاءت تسريبات أمريكية أكدت أن إسرائيل كانت تريد توجيه ضربة إلى حزب الله حتى لا يقوم بعملية مشابهة لما قامت بها حماس في 7 من أكتوبر، واضطر نتنياهو للرضوخ للضغوط الأمريكية حتى لا تشتعل المنطقة وتتحول إلى حرب إقليمية. لكن يعني لا أحد يضمن إذا كان نتنياهو سيستجيب في مقبل الأيام لأي ضغوط جديدة، لأن نتنياهو يبدو أنه عازم على توسيع نطاق العمليات باعتبار أن المضي في الحرب هو منجاه لنتنياهو من السقوط والخروج من الحكومة ومن ثم المحاسبة والمساءلة السياسية والقانونية. لذلك أحد يضمن إلى أين تتجه الأمور، خاصة إذا كان رد فعل حزب الله يتجاوز قواعد الاشتباك، لأنه لو تجاوز قواعد الاشتباك سنكون بصدد تصعيد غير متوقع بما يقود إلى مواجهة. صحيح أن إيران لا تريدها وإسرائيل لا تريدها وأمريكا تهدد بأنها ستتورط مباشرة إذا حدثت،
لكن تبقى احتمالات الحرب بطريق الخطأ وخروج الأمور عن السيطرة وسوء التخدير قائمة بشكل كبير. برأيك دكتور عملية اغتيال صالح العاروري هل ستكون مقنعة للداخل الإسرائيلي بشأن الحديث عن انتصارات يحققها الجيش الإسرائيلي في حربه في قطاع غزة، خصوصا وأنها تمت خارج قطاع غزة؟ إلى حد كبير يمكن أن تشكل طردية، لا طردية للداخل الإسرائيلي إلى حد كبير من أجل وضع نهاية لهذه المأساة، لأن الإسرائيليين ضاقوا ذرعا باستمرار هذه الحرب بشكل يعني مكلف اقتصاديا ونفسيا وبشريا، وبالتالي قد يتقبلوا عملية كهذه لتضع نهاية لهذه المأساة، أو على أنها انتصار عسكري يضمن إنهاء الأمر. لكن شريطة ألا يكون له رد فعل قوي من قبل حزب الله يؤدي إلى تصاعد الأوضاع. نعم. طيب دكتور أعتذر منك، هناك خبر أو نبأ عاجل يتحدث عن وصول الأعداد بقتل هذا الانفجارين إلى 50 قتيل وفقا لوكالات إيرانية رسمية، فيما يبدو أنها أو أنه حدث جلل الآن في إيران. دكتور بشير برأيك إذا كنت تسمعني، حتى وإن جاء الرد الإيراني محدود على كل هذه الاستفزازات لعدم الانجرار إلى مخطط توريطها في حرب مفتوحة، كيف يمكن أن تستغل إسرائيل كل ضبط النفس التي تمارسه إيران وفق أو أمام كل هذه الاستفزازات؟ هل ستتجرأ كما يقال في عمليات أوسع، عمليات أكثر استفزازا للجانب الإيراني أو حتى في محيط أذرع إيران في المنطقة؟ سبق أن أعلنت إسرائيل أنها ستستهدف قيادات حماس في كل مكان مهما استغرق الأمر من مدى زمني. هناك طبعا قيادات في تركيا، هناك قيادات في قطر، وهناك قيادات في دول أخرى، وبالتالي هذا التهديد جاء من لدن المخابرات الإسرائيلية بأنها سوف تستهدف قيادات حماس. إذا جاء رد الفعل مروع من قبل حزب الله أو قيادات حماس على هذا الاغتيال حتى تجبر إسرائيل على التراجع، أعتقد أن إسرائيل ستفكر ماليا قبل استئناف عملية الاغتيالات، خاصة وأن يعني تركيا هددت بأنها لن تسمح باستهداف قيادات حماس لديها، ولن يقبل أي طرف إقليمي أن يتم أن تقوم إسرائيل باستهداف قيادات حماس على أرضه، وبالتالي ربما تكون الأمور يعني قابلة للاشتعال بشكل كبير، وهذا سيحجم إسرائيل بشأن المضي قدما في سياسة اغتيال قيادات حماس باعتبارها بديل عن الفشل الميداني في الحرب على غزة والتي لم تحقق فيها إسرائيل الأهداف المرجوة حتى الآن. الكثير من الحكمة هو ما يقال أنه لابد أن يكون في الرد الإيراني أو رد حزب الله على عملية اغتيال صالح العاروري. برأيك معادلة صعبة هي أن يتم الرد وبشكل فيه كثير من الحكمة والحذر، وهل أو كيف ستكون إيران قادرة على تنفيذ هذه المعادلة الصعبة؟ طبعا إيران لا تحب المواجهة المباشرة وتتجنب دائما المواجهة المباشرة مع إسرائيل، وتريد أن تبقي الأمر على يعني حروب الظل، مستوى حروب الظل. لكن كما ذكرت إبقاء الأمور على هذا النحو في ظل هذا التوتر سيكون صعب للغاية. يعني نجحت إيران وإسرائيل خلال سنوات في إبقاء الأمور بهذه الطريقة، لكن مع استمرار التوترات ودخول حزب الله وحماس على الخط في وقت واحد واستمرار الحرب في غزة وخروج الأمور عن السيطرة، كل ذلك ربما يجعل من الصعب استمرار الوضع على هذا النحو، ربما تخرج الأمور عن السيطرة. دكتور بشير، من خلال عملية الاغتيال التي حدثت بالطبع رسالة إسرائيل واضحة لقادة حماس وللفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، ولكن ماذا عن رسائل المرسلة من إسرائيل إلى الداخل الإسرائيلي نفسه وربما للولايات المتحدة؟ طبعا الرسائل المرسلة من إسرائيل إلى الولايات المتحدة وإلى الداخل الإسرائيلي، نحن ماضون ولن نتوقف ولن نتراجع حتى ندرأ خطر حماس نهائيا، وبالتالي على الولايات المتحدة إذا أرادت عدم التصعيد أن تضع أو تكبح جماح حماس بطريقة أو بأخرى وحزب الله وإيران، وإلا ستخرج الأمور عن السيطرة، وهي نفسها الرسالة التي تريد أن توصلها
التي تريد أن توصلها إيران للولايات المتحدة كبح جماح إسرائيل، وإلا ستخرج الأمور عن السيطرة، وهذا بطبعه سيؤدي إلى مزيد من التوتر ومزيد من المواجهات باعتقادي، ما لم يتم نزع فتيل هذا التوتر بشكل أو بآخر. هناك من قال للدكتور بشير من أهمية هذه العملية، عملية لاغتيال صالح العروري، لأنها تندرج تحت اغتيال القيادات السياسية وليست القيادات العسكرية التي مسؤولة الآن في هذه المرحلة عن المقاومة وعن الفصائل داخل قطاع غزة وكل هذه الأمور. برأيك هل هذه العملية ستوقف الفصائل الفلسطينية، ستقلل من عزيمتهم في الرد على الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة من خلال إطلاق الصواريخ، تنفيذ عمليات وكل هذه الأمور، وإيقاع أعداد كبيرة من جنود جيش الاحتلال في قطاع غزة؟ لا أعتقد أن هذه الأمور ستربع المقاومة الفلسطينية، بل على العكس هي ستزيد الأمور اشتعالاً، لأن كل طرف يريد أن يبدو كما لو كان منتصرا ويفرض إرادته ولا يتأثر به ولا يرتدع بتهديدات الطرف الآخر. لذلك يعني حماس والمقاومة يعلمون أننا بصدد لعبة عبد الأصابع، وأي تراجع من حماس أو انكماش سيعطي الفرصة لنتنياهو لإعلان الانتصار وأنه ردع وكبح جناح المقاومة، وهذا ما تريد المقاومة أن تحرم نتنياهو منه، لأنها حتى الآن تستطيع أن تدعي الانتصار، لأنها لا تزال موجودة وقادرة على توجيه ضربات لإسرائيل في أراضي 48، ما يعني أنها لم تهجم وأنها قائمة ولم يفلح نتنياهو في القضاء عليها. أما إذا استجابت ورضخت وتوقفت جراء هذا الاستهداف، أتصور أنها ستكون خسرة كثيرا، وهذا ما لا تريد أن تقبله المقاومة سواء حزب الله أو حماس. ما هو شكل نتاج كل ما يحدث وتبعات اغتيال صالح العروري على الداخل قطاع غزة عسكريا واستراتيجيا؟ هل سنشهد استمرار بشكل أوسع وبشكل أعنف للعمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، ربما للتأكيد على أن إسرائيل تسير في الطريق الصحيح وأن نتنياهو قادر على الوصول لكل قادة حماس في أي مكان؟ طبعا إسرائيل ستمضي بالتوازي في الجانبين، استهداف القيادات قطف الرؤوس وفي نفس الوقت مواصلة العمليات على الأرض بالتوازي. نتنياهو لا يريد أن يبدو أنه تراجع، أنه مهزوم، أنه رضخ، وهو يعلم أن نجاته السياسية في استمرار التصعيد والعنف والحرب، سواء على مستوى اغتيال القيادات أو على مستوى مواصلة العدوان في قطاع غزة. لذلك لا أتصور أن العدوان سيتراجع ما لم تكن هناك ضغوط أمريكية على نتنياهو بالتهدئة مخافة أن تخرج الأمور عن السيطرة. ما هي توقعاتك دكتور بشير للتحركات اللبنانية في وقت طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من وزير خارجيته عبد الله أبو حبيب تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي؟ ما هي التحركات المتوقعة وما هي أو هل ستكون مجدية بشكل كبير لإيقاف إسرائيل لمزيد من الاستفزازات أو ربما جر كما يقال لبنان إلى حرب؟ لا أحسب أن الأمم المتحدة ستمارس أي دور، لأنه القرار 1701 المعني بضبط الأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية لم يفلح حتى الآن في تنفيذ أي يعني هدف من هذا القبيل، ومن ثم لا أتصور أنه سيحقق شيئا التحرك على صعيد الأمم المتحدة. الأوضاع الميدانية هي التي تحكم الموقف، وبالتالي أتصور أنه لا رهان على الأمم المتحدة بأي حال من الأحوال، وإنما على الولايات المتحدة وليس الأمم المتحدة. طيب ماذا عن الأطراف الدولية؟ البعض يؤكد بضرورة تدخل الأطراف الدولية في هذا التوتر وفي هذه المرحلة من هذا التوتر لاحتوائه. ما هي الأطراف الدولية المعنية وما أهمية أي تحرك إزاء التعنت الإسرائيلي والمضي قدما من جانب نتنياهو في التأكيد على أنه يسير على الطريق الصحيح؟ طبعا التحرك الدولي هناك بدأ تغير على مستوى المواقف الرسمية الدولية تأثرا بمواقف الرأي العام وبالخروقات والانتهاكات الإسرائيلية المروعة، وبالتالي يعني دول العالم تحاول أن تكبح جماح نتنياهو وتمنع وصول الأمور إلى المواجهة. والرئيس ماكرون بالأمس حذر من أن جبهة جنوب لبنان تشتعل وتلتهب، وحذر من أن تخرج الأمور عن السيطرة، لكن للأسف الشديد مجلس الحرب الإسرائيلي له قول آخر، لذلك الأمر يتوقف على الداخل الإسرائيلي وما يدور هناك. برأيك دكتور ما هي حدود التوترات الإقليمية
التي ستكون نتاج لكل ما يحدث من عملية اغتيال صالح العاروري من الاستهدافات والمناوشات بين حزب الله وإسرائيل بشكل عام؟ ما هي حدود هذه التوترات إقليميا؟ حدود هذه التوترات أنها إذا ما التزمت بقواعد الاشتباك وظلت تخفوها هو وضع قواعد الاشتباك، أعتقد أن الأمور لن تتصاعد كثيرا. أما إذا حدث تصعيد وخرج رد الفعل من لدن حزب الله عن قواعد الاشتباك هذه، أتصور أننا ممكن أن نتدحرج إلى حرب إقليمية ضروس. من القاهرة الدكتور بشير عبد الفتاح الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك.